بسم الله توكلنا على الله وإلى الكافيه وديني. تسمعون صوت الرشاش؟ هذا المخلوق شغال بذمه وضمير يحل الراتب. قلت لكم هلا 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 بصديقي هلا. There is a bum meddling in our business. I'll give you a favor if you beat him. والله ما ادري بس يباني اضرب له واحد. He always wear a white tank top and it's bald. لابس شيء ابيض، تيشيرت ابيض. يباني اسوي له معروف بس الظاهر انه بيعطيني فلوس هالمره، مش انا اللي ادفع له فلوس. اسمع اسمع الاغاني وشوف الرقصه. والله الجماعه منتظريني بشده اني افتح لهم المحل. بس مين هذا اللي لابس وايت تانك؟ ما اعرف يباني اضرب له مين. خلنا نفتح المحل. هلا هلا هلا، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، صبحك الله بالخير يا عزيز الشيف. ما اريد فطور والله، الله يعطيك العافيه، شكرا، فطرت في البيت. خلنا نتلاحق الوقت، نشغل الكهرباء ونفتح المحل للزباين الطيبين. خلنا نفتح المحل وناخذ القب. وينه؟ انا عندنا مهمه ضرب. ما ادري يا اخي ريموت المكيف يا اخوان ما لقيته، ونفس الكلام بال شو اسمه المضرب هذا. خلنا اشترنا واحد من عند هذا 40 دولار ولا شيء، وخلنا ندور الوايت تانك هذا. خلنا نضرب هذا لابس ابيض. اسف اسف مش انت، شكل هذا والله ما ادري يا اخي. يا اخوي ما خليت واحد في المدينه لابس ابيض الا جلدته. هذا هو. في انكسر القب، يخرب بيتك. انا ايش طيب؟ اي والله طلع هذا هو يا اخوان. معليش معليش. ما يقدر يدخل محل. اشكرك والله على الحمايه، والله الله يعطيك العافيه. تسلم تسلم. طيب تعال تعال، ضربت اللي تباني اضربه بس اعطاني 200 والله، شكرا يا قلبي. اوه هذه طاوله في ار يا ليل. طيب اريدها بي سي، انا عادي ما اقدر اذا حطيت الكيبورد عليها؟ ما اقدر والله. اوكي انتكبنا يا اخوان، نجيب 2 في ار والجهاز هذا تقريبا عند صاحبنا. هذا الجهازين ابى 2. طيب ما عندك برو في ار 500؟ ما اعرف وش يختلف هذا عن هذا. شوف فلوسك ترجع لي 356. طيب ممكن الاثنين؟ اي والله ممكن الاثنين. صراحة لونه ابدا مش عاجبني هذا، لكن باقي جهاز الفي ار نفسه اللي يلبس العيون هذا اللي ناقص حاليا. بشتري الاسود هذا الرهيب ابو 1000 ونكون كملنا طاولة الفي ار الرهيبة. ايش صار على العملات حقنا؟ 0.5 و4.9، اتوقع انه ما تغير شيء فيها. طيب البيتكوين هالمرة نزل سالب 4، غالي والله. الواحد ب 36,000 يا رجل ايش هذا؟ حلو، وصلنا لجهاز الفي ار كذا، السيت اب جاهز. بس اتوقع ان الجيمر في ار بلاك في ار كنترولر هذا كم نجمه؟ فعلا يا اخوان هذه ابو نجمه، فبنغيرها بنشتري هذا الرهيب ب 900. واحترق شيء عندي في المحل. ليكون في شورت كهرباء هنا يسبب دائما حريق في هذا المكان. ايش اللي حاصل يا اخوان؟ المشكلة اني حاطها اول طاولة هنا على اساس انها ارهب شيء يعني. اوه اعطيت الاكسبت، شوفوا كيف تحلق في السماء. نحتاج لنا طاولة جديدة. يا ليل ما طوالك يا ليل. يا اخي انا ودي اجرب الشرطي اذا ضربته ايش بيصير في الدنيا. وين القط؟ الله السيت اب الرهيب مع ايش رايكم بالشاشة الجديدة؟ الباك جراوند. الطاولات يا اخوان جربنا هذه للفي ار، انا ما انتبهت انه مكتوب في ار هنا. سبيس في ار، كل هذا في ار اللي تحت. فمن هنا وفوق لازم نختار. هذه تقريبا الحمراء اللي ماخذ مساحة كبيرة ما عجبتني، هذا الابيض الفنان صراحة. انا جتني فكرة اني اطقم من هذا، بس خلونا نجرب الاسود الثاني. انا اشترت واحدة منهم تقريبا هذه ومساحتها بايخة.
خلينا نجرب ابو 880. السبيكرات الصفراء هذه لازم ابدلها واطورها ب 1100. الله شوف السبيكرات كيف صارت ملونه الحين يا اخي. ايش البي او اس ديفايس هذا؟ لا 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 اضافات اللعبه هذا الجزء ورب الكعبه شيء اسطوري. يعني ما يحتاج اني اجلس واجمع فلوس، ما حد يتم يواقف لي كذا ناشب لي. لا 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 كذا كثير مره. الطاوله الجديده وصلت يا اخوان، وخلنا نقارنها بالطاوله هذه اللي هنا. ما ادري ليش الاسود ما هو بحلو اشوفه، بس مع افضل من هذا لانها ماخذه مساحه كبيره مثل ما شفتوا. شو مقارنه بالطاولات الثانيه كيف؟ شو الكيبورد الرهيب هذا ب 1100. خلنا نشتريه. انا ودي اشوف احد يجي يدفع. وات حبيبي انا بعرف. ما عندك بطاقه ولا لازم اشغله هذا ولا ايش السالفه؟ نسينا موضوع اللوحات يا اخوان. هذا شكله حلو، مدينة نبغى شيء عن الألعاب. السيارة هذه حلوة. Love I love you more. الخيل والبيداء تعرفني. أوه هذا أول واحد يدفع الظاهر. دقيقة كنا ندفع هنا. إي والله سمعت صوت أنا. يعني اوه توصل بضايع عن طريق الاخ الفاضل هذا ليش؟ لا 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 مستحيل. اليوم حلقتنا يا شباب من بوكسينج، نقول بسم الله. ايش هذا؟ ايه الخيل والبيداء هذا، وهذا الكيبورد الرهيب اللي راح يكون في السيت اب الرهيب هذا يا اخوان. الله لا السيت اب هذا رجع يعجبني صراحه. الحين تحكم يا عزيزي المشاهد، هل السيت اب الاسود احلى ولا السيت اب الابيض؟ اعطوني رايكم في الكومنت. نشوف الدخل من البي سيات. هذا البي ار. واو 200 300 ليميتلس. او هذا وقت مفتوح ما اخذه. دقيقه هذا واقف جنبه ايش يسوي؟ طيب امري بابا بابا قول له متفاعل. هذا تفاعل مع الستريم اللي يشوف الظاهر. والله حس الطاولة هذه مسببها أزمة، فصراحة بروح ببيعها أنا الخوينا اللي هناك. الحين عرفت فائدة الشنط اللي نشتريها من عنده هذه، أني آخذ أغراض كثيرة وأبيع لي إياها. بشتري الطاولة ب 400، الكرسي ب 100. طيب خلنا نشتري من عنده شنطة كبيرة. هذه 3000 شكلها تاخذ الدنيا كلها معك. ادري باخذ هذه ابو 1000. طيب ابيع لك الشنطة القديمة. كم خانة تاخذ؟ 4. حلو. اتوقع هذيك تاخذ 8. اوه في وحدة ب 2050 شكلها حلو صراحة. ابيع لك شنطتك القديمة ب 600. هو عنده بي سي ابيض. وات والله نشتريه ليش لا؟ جتني فكرة خلاص ببني بي سي ابيض واسود ثانيين، يعني اثنين ابيض ابيض واسود وابيض واسود جنب بعض. فليش يعني اختار اسود او ابيض؟ فخلاص ببني يا اخي الاثنين. سعر التجميع كامله يا اخوان تجي 3600 مثل ما تشوفون، كل شيء ابيض. لكن اذا حذفت البي سي اللي شريته ب 2600. حلو. واو وين البي سي هذا اللي ب 6.5 دولار؟ ديم البي سي الاسود معقوله؟ 6.5 دولار في الساعة. خليه يخلص الحين. اي والله انه هو الاسود 6.5. لا 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 كذا كثير والله. اتوقع اني شاري افخم كيبورد وافخم كرسي يعني خلاص. بس الابيض جماليا حلو بعد. خربيته وصل 500 دولار يا اخوان. هذا كم بيدفع لي؟ وهذا السيت اب الثاني مع ماوس ار جي بي افضل من ماوس هذا. خلنا بزبن هذا الاسود هنا كذا الوضع احلى صار. وبجيب الاسود نفسها هذه هنا، فببيع هذه الشغلات الرخيصة. انا ليش اشتريت شاشة بيضة؟ كان عندي شاشة بيضة. يلا ما عليه. صراحة بديت احس ان المكان ضاق،
فبشوف المساحة الجديدة. على طول المساحة الجديدة درج يا حبيبي، ما في تفاهم ولا درج. اوكي الجدار اللي هنا انشال. كنت مسوي ستور هنا، مفضحنا. كنت مسوي ستور على اساس ان الاغراض هذه كلها ما حد يشوفها. طيب يعني صار هذا كله مكانه غلط. خلنا بشتري المساحة اللي بعدها عشان مرة واحدة يا اخوان ما نعدل شيء. وبعدين اتوقع هذه المساحة الحين اللي اشترتها، واذا اشترت بعد وين بروح؟ والله بخربها يا اخوان. بشتري مساحة كاملة عشان اعرف ارتب الكافيه. يعني افكر صح فيها. فلوسي كلها راحت بالتوسعة، ولكن استثمار كويس. اوكي الحين خلونا نفكر. عندي هذه المساحة يعني غرفة منفصلة، وعندي هذه المساحة لكنها درج يعني يمرون فيه، فلازم تكون زحمة. الزحمة عادي تكون في هذا المكان. نشوف ال خلينا نشوف المنيو اللي عندنا. You need toast machine, coffee machine. تعال صح نسينا الأمور هذه. Hot dog cart 1500. احتياجات ضرورية هذه. خلينا نشوف التوستر الثلاجة وين نحطه. الثلاجة هنا. وهذا التوستر. صار مطبخنا رهيب والله. الحين افكر الكونسل هذا كم سعره؟ الزنات 1200. اوه الجويستيك حاطين مال بلاي ستيشن 5. اهنيكم والله، والله اهنيكم. وجينا على الكونسل. وين بلاي ستيشن 5؟ حاطين اكس بوكس الجديد بعد. ما ادري بس اتوقع ان الطاولات العاديه هذه، هذا اللي قلنا شو اسمه حق كم تجميعه كامله 3700. كثير فيه الكوفن اللي يحطون الموتى الامريكان هذا او الاجانب بشكل عام هناك. اول مره اتعدى 11000 تجميعه الاكس بوكس كامله ب 4400، وما فيها والله شغل لي البي سي وطفي لي البي سي. مثل ما تشوفون ابيض واسود ابيض. كان ودي اجيب تجميعه بالازرق بما انه في كرسي ازرق. واو شوف الطاوله يا اخوان. لا خلاص انا بثبت الطاولة هذه. اعطوني رايكم من بعد اذنك يا طيب. شكرا على الركضة لان الدرج مزعج صراحة. ممكن الكرسي الازرق نستفيد منه في الاماكن هذه يا اخوان. الاسود نافع مع هذا، والازرق ممكن نحطه مع الاكس بوكس. رهيب صح؟ والله رهيب، الطاولة رهيبة. هذا نوعا ما ماشي الحال معه. الطاولات هذه ما هي بعجبتني، فممكن اتخلص منها او اسوي بها شيء هنا. واحد 7.3 يمكن بلاي ستيشن، وهذا 7.7. اما البي سيات الثلاثة اللي عندي، ليش حاسب 4؟ اوكي هذا الفي ار. بي سيات 4 وهذا 4، هذا 5 و4. خلنا نعدل الاسعار. عندي 5 ما اقدر لين ما يخلصون. اوكي خلي هذا 4 وهذا بنعدله 5 وهذا 6. او نقرب الى 7. والله رهيب الكونسل. بدي اجيب نفس الطاولة ونفس السيت اب هذا واحطه هنا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. انا اول شيء لازم اروح اشتري الشنطة الكبيرة هذه ب 2500، هذه ب 3000. ايوه يا حبيبي تاخذ 10 شغلات. الله اكبر عندي 881. دقيقه 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 يا هو دقيقه. اول شيء الضربه هذه ماتش بيتر يا اخي، في تطورات في الضرب وانا مدري. هنا الركض يفيدني كثير. اوكي الشرطي الاهبل ما يوقفني، مهم جدا هذا. خلينا نطور الكافيه. تيب بوكس تشارتي اتوقع الدونيشن بيكون كثير. الجامبلر اوكي. الحراميه هذا اهم شيء، الحراميه تكفى. اوكي اتوقع كذا الحراميه ما راح يجون كثير. And thieves don't come to your دخيلك
الله يرحم والدك، هذا اللي احتاجه والله العظيم. اكتفيت اقسم بالله من الحرامية. نرجع للفيزيكس. اوكي والبدي 105000 كذا. خلصت السكيلز، استخدمت السكيلز. الحين الركض اتوقع 200 200 عندي، ما اتعب. والحين ارجع نحمل الاغراض بما اني طورت شخصيتي. بس في شيء واحد يقهر، اني لازم افتح الشنطه وارتب الاغراض. لا ومرات ترتبها بالغلط، فهذا شيء خل متعب. الله اكبر، هذا وش دخل شنطتي هذا؟ شوفوا يا اخوان، مهندس معاكم يعني مهندس، فمو احطها اي شيء. شوف السنتر هذا، الخط اللي في السنتر هذا تقريبا هناك في سنتر الغرفه. فشوف كيف الشاشات راح تتطابق بعد شوي. ايش دراكم انتم تحسبون الوضع كذا بس؟ سبهله لو احط الشاشه ويلا. الكرسي دائما انساه مع الكونسل ما ادري ليش. بس المهم يا اخوان هذا في السنتر، فهمتوا علي؟ كذا يعني في دراسه للموضوع. ايوه اخيرا شفناها تتحرك. 120 نجيب طلبات. خلينا نضيف لهم الكوفي ماشين والامور هذه بما ان وضعي في السليم. ايوه 1540. شوفوا كم فلوس يا اخوان، 22 دولار. شوفوا التضحية. هذا الهوت دوغ، الهوت دوغ، الهوت دوغ، وين الهوت دوغ؟ والله ما ادري ايش هذا الهوت دوغ يا اخوان، بس الظاهر انه فتح طلبيات جديدة ولا. اوه هذا اهو. الحين انا شاري الهوت دوغ عشان تجي تنام انت تحته؟ لا لا لا. الجنب الثاني يمكن ترتاح. ايوه ترتاح فيها اكثر. يما منك كاش ريجستر. لا حول ولا قوة بالله. ربشنا امازون هذا، ربشنا. ايوه قلش لاعبي، والله قلش لاعبي يا اخوان. لا تقول لي كل شيء الحين بيضيع اليوم هذا كله والترتيبات هذه كلها بسبب اني علقت في مكان. لا يا اخوان مستحيل، مرت نص ساعة وانا احاول اطلع من هذا المأزق. المشكلة ان اللعبة ما تتسيف الا يوم تروح تنام، فالحين كل اللي سويته انا ما نمت فيه. فلوسي 1372. اذا طلعت من اللعبة ورجعت، اذا خلص المقطع باختصار اعرف اني جبت العيد. شوف يقول لك all unsaved data will be deleted. The game is saved when you sleep. حبيبي تكفى، واحد يجي يفجرني، واحد يجي يضربني، انقذوني. جالس اطقطق عليه صح؟ هذا اللي يصير لك يوم تطقطق على واحد، تنحشر تنام معاه. ايوه قام 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 يا اخوان، جا الصباح وقام. طيب تحرك، ما في احد يجي يشتري منه. طيب مش معقول بيجي الليل وينام ولا في اي حركه ثانيه. واللي يرحم والديك، واللي يرحم والديك. في ناس داخل محل يحتاجون يفتح لهم الوقت. اللي يرحم والديك. تكفى تكفى يا الغالي، تكفى تكفى، انا طالب هالحواجب، تكفى. طيب الكراسي هذه بس بسوي لها انبوكسنج على السريع كذا، بضبط السيت اب فوق يا ابن الحلال. قول لا الله، كان يقول لي لا 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 كذا، لا 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 لا. 1500 وشنطتي القديمه واثنين سبراي. ابى اشوف شلون محلي. صبحكم الله بالخير يا اخوان، يلا صباح خير. روح المحل اليوم الخامس. انا بدي اشوف المحل الطابق الثاني وش فيه. لا 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 لا، هذا المنافس لي يا اخوان. ايش الكراسي الرخيصة هذه؟ لا مسكر محلي. ايوه هذا متى هذا؟ هذا متى؟ في اي لحظة من حياتي هذه اللقطة؟ في اي لحظة من حياتي هذا السيت اب الرخيص؟ في اي طيب كونسل ولا اي شيء. اول ما اشترت المساحة اللي فوق. وين راعي الهدق صح بعد؟ كيف اشترت هذا؟ اذا انت رجعتني لورا، كيف اشترت هذا؟
نشبت في كرشتك يخرب بيتك يا ابن الوسخة. يا اخوان فهموني، احد يجي يفهمني في الكومنتات الله يرحم والديكم، كيف هذا كله اللي لعبته ما تسيف بس تسيف الهوت دوغ؟ لا لا لا، يا اني انا مسطل مسخن متكرون او ان في شيء غلط في اللعبة هذه.